البطولة العربية كان فيليكس واخد أجازة في غانا، كان المفروض يرجع يوم الخميس، المعسكر بتاع النادي الأهلي هيبدأ من يوم الجمعة. فيوم الأربع لقيت تليفون من فيليكس، كابتن عادل أنا مش هقدر أجي الخميس. ليه يا فيليكس؟ قال لي عشان مفيش مكان على الطيارة. فكلمت الكابتن صالح قال له توفروا له تذكرة الطيران ويجي فورا عشان عنده بطولة مهمة وعنده مباريات مهمة. ورغم ان هم وفروا تذكرة الطيران الا انه اتأخر يوم عن العودة. فانا قاعد في الفندق يوم الجمعة بعد الظهر كده، لقيت واحد داخل من كابتن عادلي قاعد في اللبن، فيليكس داخل بالشنطة. قلت له ازيك كابتن فيليكس، تشرب ايه؟ قال لي اشرب ايه، انا عايز اطلع ارتاح. قلت له تطلع فين؟ قال لي اطلع اوضتي. قلت له مالكش اوضة، انت موقوف، احنا مش بلغناك. كان حسام حسن موقوف وفيليكس موقوف، فلعبنا نهائي البطولة العربية بدون راس حرب، ولعبنا وكسبنا البطولة. مجدي طلبة النهاردة بيلعب. هوبا جول 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 جول. اول هدف في المباراة ليك حق ترقص راسها جديدة. بنقعد ضعف ونقوته، وادي مصير مصير يحط هدف التعادل.